تتزوجني جسور؟ أنا لازم أتزوج سوهان بعد هذا الحادث، لأنه رح كون بأمان أكثر معه. ضروري هالزواج. يعني أنت بهالحالة بدك تعاقبي أبوك فيني، مو هيك؟ أنت مو هذا يلي بدك توصل له؟ أنا بدي إياكي أنت يا سوهان. أنت. أنا بعتذر جسور، مو زواج مثل ما أنا كنت فكر، بس على ورق. وبرأيك رح تعاقبي بزواجك مني؟ مو أبي بلشوا رماني جوات هالحرب هي بإيدي، لهيك لازم يتعاقب على هالشي. يعني بدك تعاقبي فيني، مو هيك؟ هي الطريقة الوحيدة حتى نتحرك سوا. يلا خلينا نمشي. أنت مجهز حالك كتير منيح. أنا مضطر أني أكون جاهز لكل شيء. إيه شو رأيك؟ لساتك عم بتفكري تتزوجيني؟ سوهان، لما شفت اللوحات اللي رسمها أبي ببيت تحسين، وقتها عملت بالنسبة لإلي وجع كبير. أنت اللي قتلت لي أبي يا واطي، وأنت اللي قتلت لي جدي كمان، لأنه أنت اللي قتلت لي ستي يا تحسين. أنا إلي معك ثلاث أرواح يا كورلوتاك، بدك تدفع لي الدين اللي عليك يا تحسين كورلوتاك. رح تدفع الثمن، رح تدفع ثمن قتلك لعيلتي. هنن يلي بقيولي من عيلتي، لهيك أنا قررت استردهم من أبوك. يعني رجعت يلي سرق منك. فكرت صاير شي معك؟ لا، نحن وقفنا شوي، وهي هلأ ما ضل شي مخبى بيناتنا قبل زواجنا، صح؟ ايه شو رأيك؟ شي أكيد، طالما انكشف كل شي صار فيك تعلق هاي اللوحات ببيتك وانت مرتاح جسور.
يلا خلينا نطلع من هون لأنه تضايقت. دعي على مهلك، انتبهي على راسك، السقف واطي، ديروا بالكم لأنه لسه في شرطة برا. يعني عاملين نفق نظامي هون؟ ما توقعت اني استخدمه كرمالك أبداً.